الدين لا يفسر شيء. Religion explains nothing. عالم الأحياء الإنجليزي بجامعة أكسفورد وأحد رموز حركة الإلحاد الحديث New Atheism ريتشارد دوكنز في محاضرة شهيرة له في مؤتمر النالفيديون The Nullifidians سنة 1994 طرح تحدي كبير على المؤمنين وقال إن الأصوليين في كل الأديان بشكل كبير صادقين مع أنفسهم ومدركين أن حتى فترة قريبة وظيفة الدين الرئيسية تاريخيا كانت علمية بالدرجة الأولى تفسير الوجود أصل الكون والحياة المعرفة الكونية والأحياء كانت تخصص الأديان بأشكالها المختلفة لقرون عديدة أشك أنك لو سألت كثير من الناس اليوم عن تبرير اعتقادهم في وجود الله السبب الأكثر انتشارا هيكون غالبا علمي معظم الناس بتعتقد بضرورة وجود الله تفسير وجود العالم وخصوصا تفسير وجود الحياة على الأرض لكنهم مخطئين وأنظمتنا التعليمية للأسف جعلتهم غير مدركين لخطئهم دوكنز بيطرح تحدي قوي أمام الدين وأتباعه الحجة هي أن الاعتقاد في كائنات خارقة للطبيعة أو من خارج العالم المادي كانت مبررة في وقت من الأوقات لسد الفراغ التفسيري للظواهر الطبيعية اللي احتاجت لتفسير وقتها الآلهة، الأرواح، الشياطين كانت الطرق المطروحة وقتها لكن مع تقدم العلم معظم الظواهر دي تم تفسيرها بكيفيات وعمليات طبيعية naturalistic. في وجهة نظر دوكنز لا توجد ظاهرة طبيعية من غير الممكن تفسيرها بشكل كامل عن طريق كائنات وعمليات طبيعية وبمجرد ما هنفقد التبرير اللي دفعنا للاعتقاد في وجود الله في المقام الأول أصبحنا مضطرين للتخلي عن الاعتقاد في كل الظواهر والكائنات الغير طبيعية وبالتالي الأفراد اللي مازالوا متعلقين بكائنات وتفسيرات خارج إطار الطبيعة متمسكين بمعتقدات غير عقلانية من الممكن صياغة حجة دوكنز كالآتي 1- السبب المنطقي الوحيد لأي إنسان أنه يعتقد في وجود كائنات خارجة عن الطبيعة هو وجود ظواهر من غير الممكن تفسيرها بدون تلك الكائنات 2- كل الظواهر اللي كان بيعتقد أنه من غير الممكن تفسيرها بدون الكائنات الخارجة عن الطبيعة تم تفسيرها من خلال كائنات أو عمليات طبيعية 3- إذن لا توجد أي أسباب منطقية للاعتقاد في وجود الكائنات الخارجة عن الطبيعة 4- إذن لابد أن نرفض الاعتقاد في وجود الكائنات الخارجة عن الطبيعة بالرغم من أن الحجة متسقة منطقيا إلا أن ده لا يعني أنها صحيحة زي ما تعلمنا في الحلقات السابقة الحجة بتعاني من إشكالية افتراض أن السبب الوحيد للإيمان في وجود الله مبني على تفسير الظواهر الطبيعية في حين أن ده أمر صحيح في كثير من الحالات إلا أن في بعض الحالات الأخرى بعض المؤمنين اعتنقوا أفكارهم بناء على التجربة الدينية religious experience لكن حتى لو فرضنا ان الاعتقاد في وجود كائنات خارجة عن الطبيعة زي الله لابد ان يكون اعتقاد غير مبني على التجربة الدينية للأفراد لانها تجربة شخصية subjective غير محايدة مازال هناك مشكلة امام الحجة وهي ان في عديد من الظواهر الطبيعية اللي العلم مازال عاجز عن تفسيرها من خلال كائنات او عمليات طبيعية واللي يبدو أن فكرة تفسيرها عن طريق كائنات أو ظواهر خارجة عن إطار الطبيعة أمر جائز جدا على سبيل المثال الضبط الدقيق Fine Tuning الواضح جدا في الكون حتى تظهر الحياة على الأرض زي ما شفنا في حلقة الحجة الغائية من الممكن جدا تفسيره عن طريق اقتراح مصمم ذكي عاقل مدرك للكون بكل تأكيد في تفسيرات علمية طبيعية للضبط الدقيق للكون على سبيل المثال إمكانية وجود عوالم متعددة multiple universes لكن بكل تأكيد عند كتير من الناس التفسير الخارج عن الطبيعة هيكون مفضل طالما إن التفسير العلمي غير مدعوم بملاحظات وحقائق طبيعية بعد ده بالإضافة لأن الاعتقاد في كائن خارج عن الطبيعة لتفسير الظواهر الطبيعية أحد جوانب الاعتقاد الديني في هذا الكائن لكنه لا يمثل الصورة كاملة على سبيل المثال بعض المؤمنين قد يعتقدوا في أن الله وراء الضبط الدقيق للكون حتى توجد الحياة على الأرض لكن ده ليس السبب الأساسي وراء اعتقادهم بل يعتقدوا في وجود الله لأنه بيقدم تفسير أشمل لعدد آخر من الظواهر في رؤية كونية World View أوسع وأشمل مثلا قد يكون هذا الاعتقاد شامل لتفسير الضبط الدقيق بالإضافة إلى تفسير مرضي لوجود حقائق أخلاقية موضوعية تفرض التزامات أخلاقية على البشر باختلاف أجناسهم وأشكالهم
أو تفسير الاعتقاد في وجود جزء آخر من هوية الفرد غير مادي، الروح إلى آخره. أي إن الاعتقاد في وجود الكائن الخارج عن حدود الطبيعة ليس بالضرورة مرتبط أو محصور على ظاهرة طبيعية واحدة، لكنه قد يقدم أرضية مرضية لمجموعة أخرى من المعتقدات اللي بالتالي بتدعم الاعتقاد في وجود قوى خارقة للطبيعة، الأمر اللي قد يضعف بعض الشيء من حجة داكنز في وجهة نظر المؤمنين.